الحتة اللي انا بلفها دي، ده تقريبا المكان اللي بيخلي ده يتحرك، المكان اللي بيخلي الراس دي تتحرك، المكان ده اسمه الهيد. يعني انا مثلا لو طولت على كده وعايز اوقف، اربط ده، شايفين دي، يا رب تظهر عندكم في الكاميرا، المسمار ده بربطه عشان يوقف على كده. فهو كده ثبت، عشان انا طبعا ربطت المسمار ده زي ما قلت لك. تمام. عندنا كمان الجزء اللي فوق ده، ودي اللي هي الراس بقى، الهيد بتاعت الترايبود. واحلى حاجة عجباني بصراحة في الترايبود ان هي فيها الدراع دي، والدراع دي اللي هي بتخليك تاخد شوتات بالكاميرا فوق وتحت ويمين وشمال وكده، الراس متحركة 360 درجة. وهنا في المكان ده، اللي هو المسمار، اللي هنا ده، انت بتربط فيه الكاميرا بتاعتك لو انت معاك كاميرا احترافية اللي هي دي اس ال ار، او لو ما معاكش الكاميرا دي بتعمل ايه حضرتك هنا؟ بتستخدم القطعة اللي انا قلت لك عليها، اللي هي القطعة اللي بتبقى في الترايبود العادي بتاعت الموبايلات، اللي هي القطعة دي، اوضحها لك، هي القطعة دي حضرتك بتستخدمها عشان ايه؟ تربطها فوق في الهيد، وتبقى عبارة عن ايه؟ المكان اللي بتحط فيه الموبايل. هي فكرتها ان هي زي مربع كده، في سوستة هنا عشان ياخد معاك حجم الموبايل، بيحطه هنا كده، وهنا فيها تحت ايه، مكان لصامولة او حاجة تربطها، ودي اللي بتتحط هنا في الترايبود كده اهو. زي ما انت شايف كده، شوف تحطها كده وتحط الموبايل بتاعك كده خلاص. بس انا طبعا مش هستخدم القطعه دي، لان انا معايا الموبايل بتاعي اس 4 زوم، الموبايل بتاعي الاس 4 زوم في مكان للمسمار تحت زي الكاميرات الاحترافيه بالظبط. تمام. هتقول لي ايه يا عم الترايبود الصغير ده، ده ترايبود اطفال؟ لا، في هنا عندك دول الارجل، دول اللي تحت بيتفكوا ويطولوا تاني. يعني بص كده، الترايبة دي يقعد يطول معاك تقريبا طوله متر و طوله متر تقريبا، متر ومش عارف ونص، زي ما انت شايف كده. هصور لك الدنيا كلها ماشية ازاي دلوقتي. دلوقتي زي ما انت شايف، هوريك الطول بتاعه. ده الطول بتاع الترايب. دي الهيد زي ما قلنا، ودي الايد اللي انت بتحرك بيها الهيد او الراس دي 360 درجة لو عايز تصور يمين شمال فوق تحت، وده المسمار اللي بتربط بيه الساق اللي فوق دي، وبيطول 3 مراحل معاك، عايز تقصر تقصر، عايز تطول تطول براحتك. ده كان الترايبود الشباب اللي قلت لكم عليه، ريفيو سريع كده عن الترايبود والمنتجات اللي بشتريها عشان القناة، وان شاء الله تعجبكم، وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو لو عايز تشتريه من موقع سوق.com، وسعره تقريبا في حدود ال 150 جنيه، مش غالي يعني. والقطعه اللي هي بتاعه الموبايلات اللي قلنا عليها دي، دي موجوده في اي محل، روح اي محل قول له عايز حامل موبايل، هتلاقي في القطعه دي، قول له بكام، هتلاقي ب 5 جنيه ب 6 جنيه حاجه زي كده. المسمار اللي تحت ده بتيجي رابطها فوق في الهيد هنا، وتشتغل على الموبايل او عايز تشتغل على طول على الكاميرا براحتك. كان معكم أحمد البابلي من قناة الباش مدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.